طيب النهاردة أول صلاة تراويح إن شاء الله لشهر رمضان المبارك، أول سحور بإذن الله يعني، وإن شاء الله بكرة نقبل على أول أيام رمضان وأول صيام فيه. عايزين نعرف بقى لما بيجي لنا شهر، يعني لما بيجي لنا شهر كريم لازم نكرمه، زي ما بيجي لنا ضيف كريم بنبقى حريصين إن إحنا نبان قدامه بأبهى صورة، نلبس قدامه أحلى لبس، نقدم له أفضل ضيافة، بنقعد نستعد له. إزاي بقى نرحب بشهر رمضان المبارك أفضل ترحيب كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما يرضى رسوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. بداية بنرحب بجمهورنا وأهلنا الكرام والمسلمين في جميع بقاع الأرض في مشرقها ومغربها. اليوم ننتظر أفضل رؤية ورؤية الشهر العظيم، شهر مبارك الكريم. بعد لحظات بسيطة سندخل في شهر رمضان المبارك. هذا في الدول العربية، وإن كان اليوم هو رمضان وصيام في بعض الدول الأخرى من الدول الأوروبية، فنقول لهم هنيئا لكم ببلوغكم هذا الشهر الكريم. نقول لأهلنا الكرام المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض، بعد لحظات بسيطة سيغشانا هذا الشهر الكريم بنفحاته وبركاته. ما أعظمه من شهر، وما أفضله من بركة، وما أعظمه من نعمة من الله سبحانه وتعالى التي يفيض الله بها على عباده. أيتها الأخت المسلمة وأيها الأخ الكريم، أيها المسلم في كل بقاع الأرض، أنت اليوم على موعد مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. صحيح. نحن على وعد مع الله عز وجل. نقول في بداية هذا الشهر الكريم أهلا ومرحبا بشهر تفتح فيه أبواب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أهلا ومرحبا برمضان الذي جعل الله له في الجنة بابا مخصوصا يسمى باب الريان، باب الصيام، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. أهلا ومرحبا بشهر التنافس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة هذه الليلة أيها الإخوة الكرام، ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، وينظر إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. أهلا بشهر العطايا والمنح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمسا في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم السابقة. أما الأولى فإذا كان أول ليلة فيه، الذي ستبدأ بعد دقائق وساعات بسيطة مع أذان المغرب ورؤية الهلال التي ترى قبل أذان المغرب في هذا اليوم وبعد صلاة العصر مباشرة، إذا كان أول ليلة فيه نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لا يعذبه الله أبدا. اللهم اجعلنا منهم ولا تحرم أحدا منا يا رب العالمين. ومن نظر الله إليه في هذه الليلة، يا من تاب وأحسن وعد واستعد لهذا الشهر الكريم. أما الثانية فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم، وذلك في كل ليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يقول لجنته: تزيني واستعدي لعبادي، فإنهم أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة فيه غفر الله لهم جميعا. قالوا: يا رسول الله، هي ليلة القدر؟ قال: أرأيتم إلى العمال إذا خلصوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ إنها آخر ليلة فيه. أهلا بشهر كله خير، كما قال النبي: بل هو شهر الفرحة، نرحب به لأنه سيغشانا بعد لحظات. ولا يرحب بشهر الله الكريم إلا النفس المؤمنة التي تفرح بلقاء الله، وهو شهر الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل عمل الله عز وجل له حسنات معدودة وأجر معروف، إلا الصوم لا يعرف قدره وأجره وثوابه إلا الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي، أي لله عز وجل، وأنا أجزي به. فلا تتخيل أيها الأخ الكريم وأيها المستمع الكريم وأيتها الأخت كيف يكون عطاء الله عز وجل القوي الكريم في عطائه عز وجل. فإنه لي وأنا أجزي به،
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم، والذي نفس محمد بيده، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، شهر الفرحة يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. مرحبا بشهر كله خير، من حديث سلمان رضي الله عنه وإن كان فيه ضعف، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه من رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيء. وهو شهر تعالى أن يبارك في هذا الشهر يا رب، سبق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا كل خير رمضان.